broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go. I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. Hi YouTube. Assalamu alaikum. كاملين كي دايرين مع الصحاب كلشي مزيان نتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. المهم هذا الفيديو هذا درناه انا وامي هلو درناه في البارك. قلنا لكم في الفيديو اللي فات اننا غادي نحكيوا على القصه كيفاش تلاقينا وكيفاش تعرفنا على بعضياتنا كيفاش لي سيتاب اللي اشنو اللي درنا في الزواج في الزواج المختلط اشنو كيتطلب اشنو الاجراءات كاملين اشنو البروسيس يعني غادي نمشيو من ا حتى لزد اللي عنده علاقه بهذا الشيء هذا واللي كان عنده هدف وجول بس انه يوصل للبلاد هذه عن طريق الزواج فيتبعنا وغادي يتبع هذا الفيديو اللي غادي ندير هذه السلسله اللي غادي ندير فندير ثلاثه الفيديو على لي زيتاب كاملين اللي دوزت. فممكن بنادم يتعرف على يعرف اخطاء ديالي من يعني يستفد من الاخطاء ديالي ويعرف اشنو درت ايطاب بار ايطاب. هذا هو لو جول من هاد لي فيديو هادو. ف غادي نبداو على بركه الله. المهم that is a lot. Yeah, but it's okay. So our English version is we're going to talk about how we met and our first trip. And I think this is like going to be a three-part series because it really is a long period of time. Like we've been together for like over 3 years now. Okay. So, but like literally, we just celebrated our two-year anniversary of marriage, which was great. And it feels like time just rushed by. But at the time of process, it feels like a long, long time. So we'll start. So, anyways, الخوت المهم غادي نبدأ الفيديو غادي نبدأ بالعربية version Arabic version. Or you can say a little bit and okay. Then we'll kind of go back and forth. Okay. So الخوت المهم لأول مرة باش تعرفت على إيمي تعرفت على عن طريق فيسبوك. المهم صيفط لها انفيتاسيون قبلتها. It was on Facebook. It wasn't? No. So what's that? It was a date site. Oh, okay, yeah. Yeah. For a long time he tried to get my Facebook and my phone number. I'm sorry. Yes, he did. You did, babe. Yes. No. You did? No, I didn't. Okay. He's really cute. He tried. Probably for like a good month and a half he tried, but I was like, no, let's see where this goes. You did too? No. Okay. You want to shock me with my followers or what? It's okay. True. Okay, I did. Yeah. I did, no problem. So, كنا في أول مرة تلاقينا في dating site scout وmeet me. It was meet me for me. كنت خدام في الإمارات وكان عندنا بزاف ديال الوقت يعني في الغوا هذه وكنت أنا باغي نمشي لهاد البلاد هذه بالخصوص يعني كنت دايرها في واحد فتعرفت على إيمي عن طريق هذاك سكاوت وmeet me وعاودت تنهضر معاها تنقول لها عطيني الفيسبوك ديالك كذا واتساب يعني انسيستيت عليها المره الاولى فاش شويه هي قالت لي لا وكذا باقي ما تعرفناش على بعضياتنا اكثر فخليتها على خاطرها حتى لواحد النهار and you say to me okay we can yeah we can I finally said like okay I'll give you my Skype and okay well you can we'll change Facebooks and that's because at that point like I trusted him. It took me a long time to trust him because not a long time, it's like just a week or no it's about it was like that, babe. He's lying. It's over a month. I remember that. المهم الخوت المهم كانت تقريبا على كانت تقريبا شي شهر وانا كنهضر معها كا غير بهذاك السكاوت عاد باش في الاخر عطاتني الفيسبوك ديالها عطاتني السكايب ديالها
يعني بغيت نقول لكم من هذا الشيء هذا ما تفقدوش الامال, ما تانسيستيوش بزاف على على على, على يعني القوريات ولا القر, فاللي انسيستا بزاف هي كبحال كتشخوش منه كتقول اه هذا ماله, كل مره كيقول لي نفس القضيه واش باغي شي حاجه واش, يعني خلي ليها المجال باش تفكر, وهي في الاخر غادي تجي وغادي تقول لك اودي ممكن نعطيك الفيسبوك ديالي. هي من ديت راسها, فهذا اللي وقع بيني وبين ايمي, هي من ديت راسها قالت لي اودي غادي نعطيك الفيسبوك ونهضروا في سكايب ونديروا دي فيديو, وهذه المهم فيديو كول. انا ما كنتش كنت كنهضرش مزيان في 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 الانجليزي. And I remember our first Skype date. I remember it perfectly. Yeah, you remember it, right? Yeah, because you know why? It's like you see a picture like on this dating thing, and are you like, is that person really behind that picture? Like, who is it? And are they really what they are when you're talking to them? And I remember that I was like so nervous, and then we got onto the thing, and I just saw how chill he was, and just saw how easy he was, just like attitude, and we like clicked so super easy. I felt comfortable, super comfortable with you. المهم كما قلت لكم هذا كان ليطاب الاولى, عطاتني الفيسبوك والسكايب, وهذه هضرنا في السكايب فيديو, عرفتني بالله راه انني انا هو اللي كنت في التصويره, لانها ما عرف قالت في الاول دارت بالله راه انها ما غاديش, هي دارتني بالله راه انني غير داير شي هذيك التصويره فو بروفايل, يعني ماشي التصويره ديالي لانني بنت لها معضله وكذا, وهذه وقلت لها راه المغاربه هذه واش انت حمقاء, قلت لها المهم هي ما قالت بالله راه انه ماشي هو, وبالتالي فاش عطيتها السكايب هذا باش تاكدت بالله راه انني انا هو هذاك وما كنكذبش, وهذه بقينا غاديين هكا step by step. And it was a very slow step by step because I was like always, no, it's not, it was not, I told you, like, no, like for me, can you marry me, then you said yes, yes, it's like a weird thing, okay. True, no, okay. you tell okay. it, because okay. to me it's like I kind of got mixed up. Okay, so that's the thing is, الخوت مهم باش نفهمكم كيفاش طلبتها انا الزواج. كنت قلت ليها ودي واش ممكن انك تزوجي, يعني هذا هو السؤال ديالي ليها, يعني واش ممكن انك تزوجي من بعد ولا هذه, وهي تقول لي هي اه ممكن تزوجها. فهمتي شوكاتني انا, قلت لها كيفاش انا سولت عليها وانا نقول لها انا نمشي معاها, وانا نقول لها اه مرحبا نتزوج وكذا. شوف انت على باش راه قصه شويه غريبه قسما بالله, باش تجيك من كندا وتلاقيها في المغرب وتقول لها ودي تسولها انت على سؤال اخر وهي تجاوبك جواب تخص هذا ديال الزواج, انها تقول لك اه ممكن تزوجو, وفي الاخر تزوجنا نيت فري وجيت لهنايا وكذا. فغريبه هذه القضيه, هذه غريبه هذا البوينت بالخصوص. I told them like I just tell you if you could marry like in general point, yeah in general yeah and so I thought it was will you marry me because he was just starting to learn his English. No, because you love me that's why yes, you said yes. I did because you don't meet very many people on this earth that match you, and there's so many things about him I love, the smartness, the kindness, and just that he's chill, and we clicked. Yeah, but I was scared to go to Morocco. I was like, ask him. No, you maybe. Yeah. So, من هنا خد باش ما نطولوش الفيديو بزاف, غادي نديروا هاد البارت الاولى ديال كيفاش تعرفنا وكيفاش تلاقينا في النهار الاول في الميتي الاولى اللي كانت في المغرب, كيفاش عاد باش غادي نمشيو للبروسيس ديال الزواج المختلط في فيديو ثاني, والفيديو الثالث كيفاش جمعنا الدوسي وكيفاش درنا عليه وكيفاش كولكتينا كل شيء وكيفاش رسلناه وشحال ديال الوقت بقى لينا, واي حاجه دوزناها من اتل زد غادي نوريها لكم فيديو بار فيديو. المهم فاش تعرفنا على بعضياتنا شهرين تقريبا ولا شهر, ولينا تنقولوا خصنا نشوفوا بعضياتنا, يعني قالت لي واش نجي للامارات, قلت لها الامارات بزاف, يعني راه من هنا من فانكوفر للمغرب جوج طيارات على الاقل, يعني عندها النهار الاول فاش جات ردات شي 21 ساعه ولا ديال الطريق. فقلت ليها من الاحسن انني انا غادي نشد كونجي من الشركه ديالي وغادي نجي للمغرب ونتلاقاو في المغرب حسن. فكان اللقاء الاول في المغرب, كان اللقاء وي ام سين اي جست تولد ذم لايك وي كودنت يوز تو مي
can you come to me in UAA? But I told you, like, it's too much for you. It's a long way. Then we decided to meet in just in Morocco. Well, yeah, because you go home at once. You were going home once a year, so you were due to go home at a certain time. And I thought that time that we started talking, getting to know each other, was good because we had, like, what, 3.5 more months until he would go back home? And so my decision was yes, to go to Morocco, as crazy as that was. So الخوت كان هذا هو الاول لقاء الاول تلاقينا في المغرب عرفت على المنطار عرفت على بزاف ديال البلايص في المغرب ساريت انا وياها كانوا عندي شويه ديال الفلوس ما 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 برسيتش عليها بزاف كانوا عندي شويه ديال الفلوس المهم جمعنا مع بعضياتنا تعاوننا في بعضياتنا دوزنا واحد الايام زوينين it's like two weeks about 3 3 because yes, if I wanted to go on a trip and I'd never been to the other side, I've never been international except for Mexico, I want it to be worth it. So like if I was to be there with him, I wanted to get to know everything about him. So to me that was super important, and in like a week or 2 weeks is not good enough time to know somebody and know who they are and understand who they are. So المهم اللي قال دابا اللي بتنفهم الناس اللي عندهم علاقات مع قرو هادي فهي بغت تعرفني بزاف كتر يعني بالتالي فاش جي لعندك البنت فخليك على شخصيتك خليك تلقائي ما تديرش شي حاجه اللي تشكك فيها او لا هي تشك فيك يعني علاقتك ممكن تقسي عليها بشي كلام ما هواش تقدر تضربها شي نهار ولا تعصب عليها فخليك خليك يعني خليك تلقائي يعني ما اكزاجيريش في العلاقه يعني تقدر من هذاك من هذيك الرياكسيون ديالك اللي درت مثلا تعصبت عليها ولا شي حاجه فتقدر تقول لا ما هذا ما خدامش ليا فهي بغات تعرفني اكثر فبالتالي جابت 21 يوم تعرفنا على راسنا على بعضياتنا بزاف مشينا قضينا بزاف ديال الاغراض بزاف وريتها بزاف ديال بلايص في المغرب ومن بعد مشات في حالتها ما قلت لها شتا شي حاجه على الزواج ما هضرناش على الزواج وهذيك قلت لها خليتها على خاطرها شافت اشنو كاين خليت لها المجال باش تفكر فمن بعد فاش مشيت انا بحالتي لليو اي اي وهي مشات لكندا فكرات it was a long flight a really long it was like it was 24 hours yes it was 20 it was like yeah it's like literally 24 hours I had to stop in Montreal and I had chosen a flight that had a 12 hour layover by the time I see him like you know you're that girl you want to look really really cute and just really awesome but after a 24 hour flight you just look how you do I tried to look the best I could but 24 hours is a long time but worth it totally okay. worth it it's okay yeah. doesn't matter So, anyway, الخوت مهم هذا كان هذا هو الفيديو ديال هذا النهار عرفتونا كيفاش تعرفنا على بعضياتنا ما بغيناش نكثر الفيديو يطوال بزاف وتملو فبغينا نعطيكم غير واحد النبذه كيفاش تعرفنا على بعضياتنا كيفاش تلاقات معايا في المغرب كيفاش مشات خليت لها المجال المهم وريتها الدار وريتها كيفاش عايش وريتها شنو عندي ما كذبتش عليها في شي حاجه من بعد فاش مشات راسها خليت لها المجال باش تفكر من بعد قالت لي واش ممكن انا انا نتزوجوا في الميتين الثانيه اللي كانت بعد 6 شهور What do you say? You smile when you say some things. He does. Like, yes, it's like I told them like when you went here, then I went to UAA, then we decide to marriage, then I just like give you time to think about it, right? Yeah. So and then من بعد قالت لي بالله راه اننا ممكن نتزوجوا في الميتين الثانيه اللي كانت ما بعد 6 شهور it's like about after 6 month right yeah about 6 months like I was bad I'm really bad at like deciding something and then I'll switch it and I did that just because like just the way my life personally has gone I wanted to be careful with things in the future and I wanted to make sure it was right for both of us but I couldn't resist them and I thought about it and it took some time because like marriage is not always an easy thing but we're pretty compatible and we clicked right away when we met and our first trip I would have to say unexceptionally
was an amazing first trip, and his family was and is absolutely beautiful. I love them all, and it was, I could see what kind of person he was meeting all his family and the way he treats his family, treats his friends. So doing that trip and then going home and having some time to think about it, like, makes you things understand things better. So it was a yes for me. Yeah. So it was yes already, like, it was. It's like 6 months. Yeah. Before. He gave me my ring, which he bought me my ring that I was wearing on the first trip, and he was absolutely adorable about it. Just the way he treated me, just like totally a kind and a true heart, and that's really rare to come by. Yes. You're so cute when you blush, babe. المهم المهم الخوت كان كانت هذه غير نبدا كيفاش تعرفنا كيفاش يعني نقدر نقدر تستافد من من منها من هذا الشيء اللي قلت لك ما ديرش اخطاء يعني ما قلت لكش باش تبقى كيف ما انت ما تحاولش تعصب عليها ما تحاولش انسيستي عليها على الزواج تدير شي حوايج بحال هكا خليك تلقائي خلي ليها الديسونس تخلي ليها المجال فين تفكر وتفكر بشويه وريها شويه ديال مالين داركم وريها العائله وريها يو تاك اباوت ديستانس يس يا سو وريها شويه ديال المدينه ديالك وريها العائله ديالك كيف ما نتوما عايشه كيف ما نتوما فخلي ليها المجال كيف ما قلت لك ومن بعد غادي يكون خير ان شاء الله فكان هذا هو الفيديو ديال هذا النهار فيرست ستيب هو وهي اهم حاجه باش انك تكسب الثقه ديالها هي اهم حاجه فهي كسبت الثقه ديالها فغادي يكون الاشياء الثانيه ولا ستيب الثانيين سهل بالنسبه لك. Second trip? Yes. Our second trip was our actual marriage and we had to get all the forms together. I'm not talking right now about the No, we're going to in the future video. So that one that video was a little bit longer because it was a lot of work. Be prepared to do a lot of work. Long distance is not easy, but if you have like 100 and 100, works out. اوكي الخوت المهم نتمنى يكون عجبكم الفلوغ تستافدوا منه غادي نقول لكم كما قلت لكم غادي يكون الفيديو الجاي هو كيف تزوجنا شنو الاوراق اللي جبت شنو الاجراءات اللي درنا في المغرب كلها من ا تال زد ومن بعده غادي يكون كيفاش درنا الدوسي باش جمعنا الدوسي والاوراق وراقها هي والتصاور ولي زابروف ديالنا راهنا عندنا علاقه والدوسي كيفاش دفعناه وشحال المده باش تقبلت وانني جيت لهنا ياخذ الفيزا ديالي كل شيء هذا الشيء غادي يكون فيديو بار فيديو فخليكم معنا نتمنى ما تنساوناش بلايك وسبسكرايب سبسكرايب يلا تهلاو ليا الخوت فريسكم الى الفيديو الجاي غادي يكون من بعد يومين هكا ولا غادي نلحق الفيديو هذا ديال الاجراءات كامله اللي دوزنا في المغرب الزواج والوراق اللي احتاجت والوراق اللي احتاجيت هنا اي حاجه درناها راه غادي نوريها لكم نتمنى ما تنساوناش بلايك لايك يلا السلام عليكم باي باي